السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد اللقاء بكم أحبائي من خلال درس جديد مع مكون القراءة. تلامذتي الأعزاء، مستعدون للعمل؟ جيد، على بركة الله. تابعوا معي واستمعوا جيدا. قفص، قلم، قصة، مقلمة، ناقة، حلاق. سأعيد القراءة، ركزوا معي جيدا. قفص، قلم، قصة، مقلمة، ناقة، حلاق. ما هو صوت الحرف الذي يتردد في هذه الكلمات؟ ما هو صوت الحرف الذي يتردد في هذه الكلمات؟ نعم، تفضل. الصوت الذي يتردد في هذه الكلمات هو صوت حرف القاف. جيد بني، من يعيد؟ تفضلي. الصوت الذي يتردد في هذه الكلمات هو صوت حرف القاف. أحسنت بنيتي. إذن حرفنا لهذا اليوم هو، نعم، حرف القاف. أحسنتم، حرفنا لهذا اليوم هو حرف القاف. ممتاز أبنائي. أعزائي، لاحظوا معي الكلمات الآتية واستمعوا جيدا. قلم، قنفذ، قطار. قلم، قنفذ، قطار. ما هو صوت الحرف الأول في هذه الكلمات؟ نعم، تفضل. صوت الحرف الأول في هذه الكلمات هو صوت حرف القاف. جيد بني. والآن لاحظوا معي الكلمات الآتية. من يقرأ الكلمة الأولى ويستخرج حرف القاف مع حركته؟ نعم، تفضلي. قلم تتضمن حرف القاف مع الفتحة. حرف القاف مع الفتحة يقرأ ق. جيد بنيتي. من يتابع؟ نعم، تفضل. قنفذ تتضمن حرف القاف مع الضمة. حرف القاف مع الضمة يقرأ ق. أحسنت بني. من يكمل؟ نعم، تفضل. قطار تشمل حرف القاف مع الكسرة. حرف القاف مع الكسرة يقرأ ق. أحسنت بني. لنقرأ معا. قلم، ق. قنفذ، ق. قطار، ق. حسنا، من يقرأ؟ نعم، تفضل بني. قلم، ق. قنفذ، ق. قطار، ق. ممتاز، أحسنتم أبنائي. أعزائي، هيا بنا نتعرف أشكال حرف القاف. لاحظوا معي الكلمات الآتية. قطة، قطة تتضمن حرف القاف في أول الكلمة. حرف القاف في أول الكلمة يكتب دائما بهذا الشكل. انظروا إلى الكلمة الموالية. مقص، مقص يوجد بها حرف القاف في وسط الكلمة. لاحظوا حرف القاف في وسط الكلمة، كيف كتب؟ نعم، تفضل. حرف القاف في وسط الكلمة مرتبط بحرف من اليمين ومرتبط بحرف من اليسار. جيد بني. والآن لاحظوا معي الكلمة الآتية. ناقة، ناقة
كيف كتب حرف القاف في وسط الكلمة؟ نعم، تفضل بني. كتب حرف القاف في وسط الكلمة مثل شكل حرف القاف في أول الكلمة. جيد بني، وذلك لأن قبله حرف الألف، وكما تعلمون الألف من الحروف التي لا تتصل بما بعدها. إذن حرف القاف في وسط الكلمة يكتب أيضا بهذا الشكل. حسنا، والآن هيا نتعرف شكل حرف القاف في آخر الكلمة. انظروا معي إلى شكل حرف القاف في الكلمتين التاليتين: إبريق، إبريق، تشمل حرف القاف في آخر الكلمة متصل. سباق، سباق، تشمل حرف القاف في آخر الكلمة منفصل. في كلمة إبريق كتب حرف القاف بهذا الشكل لأنه متصل بالحرف الذي قبله، وفي كلمة سباق كتب حرف القاف بهذا الشكل لأنه منفصل عن الحرف الذي قبله. إذن يكتب حرف القاف دائما في آخر الكلمة بهذا الشكل عندما يكون متصلا بالحرف الذي قبله، ويكتب بهذا الشكل عندما يكون منفصلا عن الحرف الذي قبله. حسنا، لنقرأ معا: قطة، قي، مقص، ق، ناقة، ق، إبريق، قن، سباق، قن. حسنا، من يقرأ؟ تفضلي. قطة، قي، مقص، ق، ناقة، ق، إبريق، قن، سباق، قن. جيد، أحسنتم أبنائي. والآن أبنائي خذوا كتاب القراءة وافتحوه على الصفحة 108. جيد، تابعوا معي. أرفع يدي إذا سمعت صوت حرف القاف، أرفع يدي إذا سمعت صوت حرف القاف. قط، قط، أحسنتم. نسمع صوت حرف القاف في كلمة قط. نتابع: كلب، كلب. جيد، لا نسمع صوت حرف القاف، إذن لا نرفع اليد. أتابع: قرد، قرد. ممتاز، في كلمة قرد نسمع صوت حرف القاف. أحسنتم أبنائي. نمر إلى التعليمة الثانية: أقرأ وأتعرف أشكال حرف القاف. الحرف في أول الكلمة: قطار، قطار، قي، حرف القاف في أول الكلمة. قفص، قفص، ق، حرف القاف في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة: لقلاق، لقلاق، ق، حرف القاف في وسط الكلمة. ناقة، ناقة، ق، حرف القاف في وسط الكلمة. الحرف في آخر الكلمة: حلاق، حلاق، ق، حرف القاف في آخر الكلمة منفصل. فريق، فريق، قن، حرف القاف في آخر الكلمة متصل. حسنا،
من يقرأ؟ نعم تفضلي. الحرف في أول الكلمة قطار، قي. حرف القاف في أول الكلمة قفص، ق. حرف القاف في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة لقلاق، ق. حرف القاف في وسط الكلمة ناقة، ق. حرف القاف في وسط الكلمة. الحرف في آخر الكلمة حلاق، ق. حرف القاف في آخر الكلمة منفصل فريق، ق. حرف القاف في آخر الكلمة متصل. ممتاز بنيتي، أحسنتم أبنائي. والآن نمر إلى التعليمة الثالثة. أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال: قلم، ق. ل. من. حسنا، من يجزئ الكلمة الأولى؟ نعم تفضلي. فريق، ف. ري. قن. جيد بنيتي، من يتابع؟ تفضل بني. قمر، ق. ما. رن. أحسنت، من يكمل؟ تفضل. مقابلة، م. ق. ب. ل. تن. جيد بني، ممتاز أبنائي. أبنائي الأعزاء، كواجب منزلي أعيد قراءة الصفحة 108 مع التركيز على حرف القاف مع الحركات القصيرة والتنوين والمدود. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.